أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن. ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج. يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. الجهة الأولى كان المشرق عند الرازي، الجهة الثانية الشرق الشمال نجد العراق عند الوهابية، الجهة الثالثة لم يكن عراق، كانت تبوك ولم يكن شام، والجهة الرابعة نجد في الأدب والتاريخ والأثر. وفي هذه الجهة الرابعة كان عندنا شاهد روائي من البخاري فضائل الصحابة. كان الشاهد يتضمن ويذكر ويشير إلى ما هو شاهد على ما ذكرناه من كلام وفي هذه الجهة. وأيضا كانت الرواية تتضمن الإشارة إلى اغتيال الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه. وقلنا نسجل أو أسجل أمرين، فقلنا الأمر الأول سجلناه وبينا بأن الرواية تدل على أن الكلام عن العراق وأهل العراق في وقت الخلافة الإسلامية في صدر الإسلام في زمن الخليفة الثاني عمر، وهذا غير عنوان نجد وبلد نجد وأهل نجد. وقلنا في الأمر الثاني قلنا لا نريد أن ندخل بتفصيل، لكن لابد من الإشارة إلى أمر خطير، حادثة خطيرة، حادثة عظيمة، وهي اغتيال الخليفة الثاني. في هذا الأمر الثاني قلنا عندنا أليف وباء وجيم وإشارات لها مدخلية في تحديد، في تشخيص، في احتمال، في ترجيح، في تفسير ما حصل من أحداث بصورة معقولة مقبولة عقلا ولا تخالف الشرع. ووصلنا إلى ياء. قلنا كان واليا على ولاية من ولايات الشام، وكان مطيعا للخليفة عمر أطوع من خادمه يرفأ. وبعد اغتيال الخليفة توسعت سلطته فشملت كل الشام، وكدس الكنوز والأموال، وبنيت القصور وزينت بالذهب والفضة والديباج، وصودرت الأراضي الشاسعات، وصار ملكا مالكا للبلاد والعباد. كل ذلك كان محظورا زمن الخليفة عمر بن الخطاب في موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية المجلد الثالث، شخصيات إسلامية، تمهيدات الحوادث، من صفحة 549 إلى 552. قال العقاد: وكان الفاروق قد ولى معاوية ولاية من الشام. إذن كان عمر قد ولى معاوية ولاية من الشام، فضم إليه عثمان. لاحظ أيضا هذا المورد لضعاف النفوس، للجهال، للطائفيين، للمتعصبين، للمتمذهبين، للمنافقين، للكاذبين، للمجرمين، للتكفيرين. هنا سنعرف الجواب عن شبهة تحكى، تقال، تسجل على الخليفة الثاني بخصوص تولية معاوية أو غير معاوية من الولاة، وسنعرف الجواب من أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول: قال العقاد: وكان الفاروق قد ولى معاوية ولاية من الشام، فضم إليه. لاحظ عنده ولاية من الشام، لكن في زمن عثمان ماذا حصل؟ يقول: فضم إليه عثمان سائر الشام، وألحق به، أكثر من هذا يقول، وألحق به أقاليمها من الجزيرة إلى شواطئ بحر الروم. كان عثمان، يقول العقاد، كان عثمان يسمع الأقاويل عن ولاية الشام، ويتلقى الشكايات، ويتلقى الشكايات ممن يطلبون منه عزل ولاته، وأولهم معاوية. من هذا الذي يتلقى، الذي يسمع الأقاويل ويتلقى الشكايات؟ هو الخليفة الثالث عثمان. يقول:
كان عثمان يسمع الأقاويل عن ولاية الشام ويتلقى الشكايات. لاحظ نحن هذا مورد الشاهد هنا حصل عندنا لحد هذا المقدار من الكلام. لاحظ كان في ولاية عمر رضي الله عنه لا يملك ولا يتسلط إلا على ولاية من الشام. في زمن عثمان توسعت السلطة، توسع الحكم بكل الاتجاهات وبكل التوجهات وبكل الأنواع وبكل المكاسب. يقول العقاد كان عثمان يسمع الأقاويل عن ولاية الشام ويتلقى الشكايات ممن يطلبون منه عزل ولاته وأولهم معاوية، فيعتذر لهؤلاء الشاكين بعذره المحمود. ما هو عذره المحمود؟ التفت جيدا، كان يعتذر لهؤلاء الشاكين بعذره المعهود ويقول لهم إنه إنما ولى على الشام من ارتضاه قبله عمر بن الخطاب. يقول يعني بمعنى يقول أنه عمر هو الذي عين معاوية، عمر ارتضى ولاية معاوية وانتهى الأمر. يحتج على الناس بهذا القول، تفت جيدا، لكن هل هذا الاحتجاج تام؟ لا، ليس بتام، لأن في هذه القضية يوجد على أقل تقدير يوجد حيثيتان. حيثية أنه ولاه على ولاية من الشام وليس كل الشام، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه هل تصرف هذا الوالي، هل تصرف معاوية، هل ما حصل من معاوية في زمن عثمان كان يحصل في زمن عمر؟ هل سلطة معاوية وحكم معاوية وتسلط معاوية وتصرف معاوية وأوامر معاوية ونواهي معاوية وإدارة معاوية كانت في زمن عمر نفس الإدارة والتصرفات في زمن عثمان؟ هل الناس ممن أتى بالشكوى وسجل الشكوى أصحاب الشكاوى والشكاوي، هل هؤلاء اعترضوا على أصل الولاية أو على تصرف الوالي؟ هل هؤلاء سكتوا على ولاية معاوية وإمارة معاوية على ولاية من الشام في زمن عمر ولم يشكوا لعمر منه؟ هل كان بسبب الخوف من عمر أو بسبب أن معاوية كان ملتزما ظاهرا بالإدارة الصحيحة التي كان يرضي فيها عمر، التي كان يخاف أن يخالفها خوفا من العقوبة من الخليفة عمر؟ إذن علينا أن نعرف أصل القضية حتى نعرف هذا يشبه هذا حتى يجري فيه نفس الحكم. إذن يقول هذا من ارتضاه عمر، نعم ارتضاه عمر، لكن على أي شيء ارتضاه؟ اشترط عليه فالتزم بالشرط، بشرطها، بشروطها، بشرائطها، بالتزامه بالشرط، لا يوجد مشكلة في هذا. اشترط عليه وليلتزم كما التزم في زمن عمر، لا يوجد مشكلة هنا. يقول فيعتذر لهؤلاء الشاكين بعذره المعهود ويقول لهم إنه إنما ولى على الشام من ارتضاه قبله عمر بن الخطاب، وقال ذلك مرة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. فقال له علي عليه السلام، لاحظ لم يعترض، واقع حال، قضية خارجية، قضية حقيقية، تعامل معها علي عليه السلام بما هي، فسرها بما هي، صنفها بما هي، حكم عليها بما هي. التفت، قال ذلك، وقال ذلك مرة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. فقال له علي عليه السلام نعم، ولكن معاوية كان أطوع لعمر من غلامه يرفأ، ولكن معاوية كان أطوع لعمر من غلامه يرفأ. التفت جيدا، إذن بكلام الإمام سلام الله عليه هنا لا يأتي بعد هذا النقد على الخليفة الثاني بلحاظ تولية معاوية من قبل الخليفة الثاني عمر. لاحظ لماذا؟ لأنه كان مطيعا، كان يظهر العدالة، يظهر الإدارة الصحيحة، يظهر الزهد، يظهر التقشف، يظهر عدم الأخذ من بيت المال. إذن كان واليا مطيعا، كان إداريا ناجحا، ماذا يفعل؟ وهذا هو ظاهر الحال، ويتعامل الخليفة الثاني مع الأشخاص على ظاهر الحال كما تعامل أمير المؤمنين سلام الله عليه مع كثير من الولاة في زمنه على ظاهر الحال. قال العقاد وصدق الإمام فيما قال، فقد كان معاوية يصطنع الأبهة في إمارته ويقتصد فيها جهده بعيدا عن عين الفاروق،
فإذا لامه الفاروق على شيء منها، إذا كشفه في أمر معين، فإذا لامه الفاروق على شيء منها رآه بعينه اعتذر له بمقامه بين أعداء ألف الأبهة واتخذوها آية من آيات القوة والمنعة، وكان يؤدي حساب ولايته لعمر كلما سأله الحساب ويقنع منها برزقه من بيت المال، ويقنع منها برزقه من بيت المال 1000 دينار في العام فقط، فقط يأخذ هذا. ماذا يفعل له عمر إذن؟ يقول ويقنع منها برزقه من بيت المال 1000 دينار في العام وأنفال مما كان يجمعه من تجارة أهله أو مما وراء الحساب، ويضع نقاط. هو العقاد وضع نقاط مما وراء الحساب. لاحظ، إذن العقاد يقول كان يظهر لعمر هذا الشيء، أنا أيضا أقول كان يظهر للخليفة عمر هذا الشيء. ماذا يفعل الخليفة عمر؟ يتعامل مع الظاهر كما كان أهل البيت يتعاملون مع الظاهر. يقول العقاد فلما بويع عثمان بالخلافة تركه في مكانه وضم إليه سائر الشام وطلب منه معاوية أن يرخص له في زرع الأرض التي تركها أصحابها وهاجروا إلى بلاد الروم، فأجابه إلى طلبه ووضع معاوية يديه على موارد من المال تقوم بأعباء دولة، ولم يكن يخشى عليها من الحساب ما كان يخشاه على عهد عمر بن الخطاب، وأوشكت الشام أن تقوم وحدها مملكة مستقلة يتولاها ملك مستقل فيما عدا الأوامر التي كانت تأتيه من المدينة بتحصين الثغور وإمداد الغزاة وتسيير الجيوش إلى الأطراف بقيادة الأعلام من الصحابة. انتهى المقتبس من موسوعة عباس محمود العقاد. في الإمامة والسياسة ابن قتيبة تحت عنوان ذكر الإنكار على عثمان، يقول ابن قتيبة لما أنكر الناس على عثمان بن عفان صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن لكل شيء آفة. يقول لما أنكر الناس على عثمان بن عفان صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن لكل شيء آفة ولكل نعمة آهة، وإن آفة هذا الدين وآهة هذه الملة قوم عيابون طعانون يرونكم ما تحبون ويسرون ما تكرهون. أما والله يا معاشر المهاجرين والأنصار لقد عبتم علي أشياء ونقمتم أمورا قد أقررتم لابن الخطاب مثلها. وإذا أقرروا لابن الخطاب لمثلها، لأن ابن الخطاب كان قد ضبط الأمور، كان الولاة يهابون ابن الخطاب، يخافون ابن الخطاب، يحذرون من ابن الخطاب. كان ابن الخطاب يحاسب الولاة، يسمع الشكاوى، يعاقب الولاة. ماذا فعلت أنت؟ أمضي ما أمضاه ابن الخطاب في إبقاء الوالي وفي محاسبة مراقبة ومحاسبة الوالي، لا يوجد مشكلة هنا. يقول لقد عبتم علي أشياء ونقمتم أمورا قد أقررتم لابن الخطاب مثلها ولكنه وقمكم أي قهركم وقمعكم، ولكنه وقنكم وقمعكم ولم يجترئ أحد يملأ بصره منه ولا يشير بطرفه إليه. أما والله لأنا أكثر من ابن الخطاب عددا وأقرب ناصرا وأجدر. من الذي يقول؟ يقول الخليفة الثالث عثمان. من الذي ينقل؟ ينقل صاحب الإمامة والسياسة، وأيضا نفس المعاني والمضامين وردت في الطبري أيضا الجزء الخامس وفي وعند ابن الأثير والعقد الفريد ومروج الذهب. إذن عثمان الخليفة الثالث يقول أنتم كنتم تخافون من الخليفة الثاني فلم يصدر منكم أي شكوى، ويقسم أما والله يقول لأنا أكثر من ابن الخطاب عددا، عندي عشيرة، عندي قوة، عندي قدرة، عندي عائلة،
عندي بعد اجتماعي، عندي مال، عندي واجهة، عندي دهات. يقول أما والله لأنا أكثر من ابن الخطاب عددا وأقرب ناصرا وأجدر. إلى أن قال لهم أتفقدون من حقوقكم شيئا؟ هل فقدتم من حقوقكم شيئا؟ هذه يعني السياسة الآن، كل إنسان يقول أنا ليس لي علاقة بالآخرين، أنا يصل لي الراتب أو المساعدة أو الرشوة أو المنفعة أو الواجهة أو السمعة أو المنزلة، أو أنا مرتاح، لا يوجد عندي مشكلة، لم أتعرض لشيء حتى لو احترق الآخرون. في باقي البلاد، في باقي المحافظات، في باقي المدن، في باقي القرى، في باقي البيوتات، المهم أنا مرتاح، أنا بخير، فلا ليس لي علاقة بالآخرين. هذه هي السياسة، يصل لي حقي حتى لو قطعت كل الرقاب، حتى لو سحق كل الناس. كل إنسان كما يقال، كل واحد يقول يا روحي يا نفسي. لا يوجد تكافل، لا يوجد اهتمام لأمور المسلمين، لا يوجد رحمة، لا يوجد تآخي، لا يوجد أخلاق. كل إنسان يبحث عن شهوته وعن راحته وأيضا عن بهيميته. وإلا لماذا الآن يذهب الناس البسطاء، الأبناء، الأعزاء، المخلصون، المؤمنون، يذهبون إلى جبهات القتال ويقتلون ويذبحون هناك، وفقدنا الكثير من الأعزاء، ويأتي سفهاء الأحلام، يأتي أهل السفاهة والتفاهة والانحطاط والانحراف وسوء الأخلاق والبهيمية، يحتفلون بهذه الأعياد الفاسدة الواردة على بلاد الإسلام وعلى بلاد الشرق وعلى بلاد العرب وعلى بلدان الأخلاق، يحتفلون بعناوين ويقيمون المهرجانات التي تبيح المحرمات، التي تنتهك الأخلاق، التي تنتهك الحرمات، التي تجمع بين الذكور والإناث. فيأتيك سباق هنا ومؤتمر أو احتفالية ورقص وطرب وله وفلنتين وما يرجع إلى هذا الفسق والفجور والانحراف والانحلال، والأبناء والأعزاء يبذلون الدماء، يفقدون الأرواح، وكأن الأمر لا يهمنا، لا يعنينا، لا يوجد تفاعل مع كل تلك التضحيات. ما هذا الانحلال؟ ما هذا التمرد على الأخلاق وعلى الإنسانية؟ حتى تعجب بأنهم يمارسون الرذيلة وسوء الخلق والانحطاط أكثر من تلك الدول التي صدرت إلينا هذه المظاهر الانحلالية الفاسدة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل إنسان يقول روحي ونفسي وجيبي ومنفعتي وينتهي الأمر. إذن يقول إلى أن قال لهم أتفقدون من حقوقكم شيئا؟ فما لي لا أفعل في الفضل ما أريد، فلما كنت إماما إذن؟ وكما يحصل الآن، تحصل السرقات ويحصل الفساد ويحصل الانتهاك والاعتداء على الحرمات، على الناس، على الأراضي، على الزرع، على المياه، على الهواء، من الداخل ومن الخارج، من الدول ومن المنظمات ومن الأشخاص، وينتهي البلد فيفقر البلد ويفقر الناس وتفقر البلاد وتدمر البلاد وتسبى العباد. وكل إنسان يقول يا روحي، يا نفسي، يا جيبي، يا مصلحتي الخاصة، يا واجهتي، إلى أن وصل الحال بنا إلى ما وصلنا إليه. فمن أين يأتي الفرج؟ من أين يتحسن الحال؟ وقد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فمتى يرجع الناس إلى ما كانوا عليه، إلى بعض ما كانوا عليه من الدين، من الإيمان، من الأخلاق، من الرحمة، من الإنسانية؟ يقول إلى أن قال لهم أتفقدون من حقوقكم شيئا؟ فما لي لا أفعل في الفضل ما أريد، هذا فضل المال وهذا مالي، فأنا أفعل ما أريد، فما لي لا أفعل في الفضل ما أريد، فلما كنت إماما إذن؟ إذن ما دمت إماما فأنا أتصرف بما أريد، فأعطي وأسمح لهذا وأغني ذاك وأمنع عن هذا وأقسم المال كما أريد وأفعل بالأموال كما أريد. أما والله ما عاب علي من عاب منكم أمرا، ما عاب علي من عاب منكم أمرا أجهله. أنا لا أجهل ما تقولون، أنا أعلم بما تقولون، لكني إمام فأفعل ما أريد. أما والله ما عاب علي من عاب منكم أمرا أجهله، ولا أتيت الذي أتيت إلا وأنا أعرفه. يقول
وقدم معاوية بن أبي سفيان على أثر ذلك أو إثر ذلك من الشام، فأتى مجلسا فيه علي بن أبي طالب عليه السلام وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر، فقال لهم، لاحظ هؤلاء الصحابة، هؤلاء الأجلاء، هؤلاء الأخصاء، لاحظ كيف يتحدث معهم معاوية، يقول: فقال لهم: يا معشر الصحابة، أوصيكم بشيخي هذا خيرا، فوالله لئن قتل بين أظهركم لأملأنها عليكم خيلا ورجالا. لاحظ، هذا هو منهج الدواعش، من هنا أخذوا هذا القتل، من هنا أخذوا القتل. يعني كل قرية، كل مدينة، كل بلد، كل قارة تخالف المنهج التيمي فالكل مستباح. ونحن الآن في مقتل الخليفة الثاني عمر، في جريمة اختيار الخليفة الثاني عمر. ماذا فعل عمر؟ ماذا أوصى عمر؟ هل أوصى بغير ما أوصى به علي سلام الله على علي ورضي الله عن عمر؟ لا يوجد أكثر من هذا. وهل يرضى الخليفة عثمان بما يقوله معاوية أو بما يريد أن يفعله بمعاوية لو حصل ما حصل؟ لكن هذا هو المنهج، يستباح كل شيء وانتهى الأمر. يقول: فقال لهم: يا معشر الصحابة، أوصيكم بشيخي هذا خيرا، فوالله لئن قتل بين أظهركم لأملأنها عليكم خيلا ورجالا. ثم أقبل على عمار بن ياسر فقال: يا عمار، إن بالشام 100,000 فارس. لاحظ، عندهم 100,000 فارس والخلافة ليس لديها عشرات الفرسان. يقول: إن بالناس إن بالشام 100,000 فارس، كل من يأخذ العطاء. لاحظ، من أين يأتي بالأموال ويعطي العطاء لهؤلاء الفرسان؟ كل من يأخذ العطاء مع مثلهم، ليس فقط لهم العطاء، لا، وإنما العطاء لهم ولعوائلهم، كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم وعبدانهم لا يعرفون عليا ولا قرابته ولا عمارا ولا سابقته ولا الزبير ولا صحابته ولا طلحة ولا هجرته ولا يهبون ابن عوف ولا ماله، لا يتقون سعدا ولا دعوته، إلى آخر ما قال. لاحظ هذا التهديد، ما هذه الإمكانية التي يهدد بها أجلاء الصحابة؟ كيف انقلبت الدنيا وصارت طلقاءهم الأسياد؟ إلى أن يقول تحت عنوان ذكر القول والمجادلة لعثمان ومعاوية، قال: وذكروا أن ابن عباس قال: خرجت إلى المسجد فإني لجالس فيه مع علي عليه السلام حين صليت العصر، إذ جاء رسول عثمان يدعو علي، فقال علي: نعم. فلما ولى الرسول أقبل علي، أي أقبل علي عليه، أقبل علي فقال: لم تراه دعاني؟ قلت له: دعاك ليكلمك. فقال: انطلق معي. فأقبلت فإذا طلحة والزبير وسعد وأناس من المهاجرين، فجلسنا فإذا عثمان عليه ثوبان أبيضان، فسكت القوم ونظر بعضهم إلى بعض، فحمد الله عثمان، ثم قال: أما بعد، فإن ابن عمي معاوية هذا قد كان غائبا عنكم، وعما نلتم مني. لاحظ، قد نالوا منه. من الذي يقول؟ عثمان يقول، الخليفة الثالث يقول: قد نلتم مني. إذن الصحابة بعضهم ينال من بعض وانتهى الأمر. إذن لماذا تحجرون العقول؟ لماذا لا تقبلون أن نقرأ التاريخ، أن نقرأ ما كتبه أهل التاريخ، أهل السير، أهل الحديث؟ لماذا تمنعون الناس من القراءة، من الاطلاع، من الفهم، من الفكر، من التفكر، من التعقل، حتى يعرف الإنسان من أين يأخذ الدين، من أين يأخذ الرواية، كيف يفسر الرواية، كيف صدرت الرواية، ما هي الظروف التي تحيط بالرواية وصدرت هذه الرواية، هل يصح ما قيل بحق فلان أو فلان مع وجود ما صدر منه، هل يعقل صدور روايات بحق هذا أو بحق ذاك أو ضد هذا أو ضد ذاك؟ يقول: ثم قال: أما بعد، فإن ابن عمي معاوية هذا قد كان غائبا عنكم، وعما نلتم مني وما عاتبتكم عليه وعاتبتموني، وقد سألني أن يكلمكم وأن يكلمه من أراد. فقال سعد بن أبي وقاص: وما عسى يقال لمعاوية أو يقول إلا ما قلت أو قيل لك. هذا سعد بن أبي وقاص رد عليه، قال: ماذا يريد أن يقول غير ما قلت أنت وما قلناه لك؟ فقال علي عليه السلام: ذلكم تكلم يا معاوية.
قال معاوية: أما بعد يا معشر المهاجرين وبقية الشورى فإياكم أعني وإياكم أريد. التفتوا جيدا كيف هدد هناك، كيف قال سأملأ هذه عليكم بالرجال والفرسان، وكيف يتحدث الآن الخليفة الثالث عن ابن عمه معاوية، وكيف تحدث عن الجيش الذي يملكه هناك ويدفع لهم الرواتب والعطاءات لهم ولعوائلهم. الآن مرة أخرى يأتي يقول: لاحظ حتى نعرف، لاحظ هذه المكنة، هذه السلطة، هل كان يستطيع أن يفعلها معاوية في زمن عمر؟ لا يتجرأ، هو في الشام ويخاف من عمر، فكيف يتجرأ ويأتي إلى المدينة ويهدد الصحابة وأجلاء الصحابة في حضور عمر وبحضور عمر؟ لا يمكن، هذا يستحيل عليه. يقول: وهل يستطيع أن يجمع ويدفع لمئات الآلاف، لعشرات الآلاف وأكثر من 100,000 أو مئات الآلاف مع عوائلهم، يدفع لهم العطاءات والرواتب الشهرية؟ يقول: قال معاوية: أما بعد يا معشر المهاجرين وبقية الشورى فإياكم أعني وإياكم أريد، فمن أجابني بشيء فمنكم واحد، فإني لم أرد غيركم. توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايع الناس أحد المهاجرين 9 ثم دفنوا نبيهم، فأصبحوا سالما أمرهم، كأن نبيهم بين أظهرهم. فلما أيس الرجل من نفسه بايع رجلا من بعده، أي فلما أيس الخليفة الأول من نفسه بايع رجلا من بعده أحد المهاجرين، فلما احتضر ذاك أو ذلك الرجل شك في واحد أن يختاره، فجعلها في 6 نفر بقية المهاجرين، فأخذوا رجلا منهم لا يألون عن الخير فيه، فبايعوه وهم ينظرون إلى الذي هو كائن من بعده، لا يشكون لا يشكون لا يشكون ولا يمترون مهلا مهلا معشر المهاجرين، فإن وراءكم من إن دفعتموه اليوم اندفع عنكم، ومن إن فعلتم الذي أنتم فاعلوه دفعكم بأشد من ركنكم وأعد من جمعكم، ثم استن عليكم بسنتكم ورأى أن دم الباقي ليس بممتنع بعد دم الماضي، فسددوا وارفقوا، لا يغلبكم على أمركم من حذرتكم. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: كأنك تريد نفسك. قال معاوية: يا معشر المهاجرين، فإني رأيتكم نشبتم في الطعن على خليفتكم وبطرتم معيشتكم وسفهتم أحلامكم. من الذي يحكي؟ معاوية يحكي على الصحابة، ينتقد الصحابة. قال معاوية: يا معشر المهاجرين، فإني رأيتكم نشبتم في الطعن على خليفتكم وبطرتم معيشتكم وسفهتم أحلامكم. التفت جيدا، لو قال هذا الكلام أحد الناس الآن أو أحد الناس في ذلك الزمان ماذا سيفعل به؟ لاحظ ماذا يقول عن المهاجرين، عن الصحابة، عن أجلاء الصحابة، عن أفضل الصحابة، ماذا يقول لهم؟ فإني رأيتكم نشبتم في الطعن على خليفتكم وبطرتم معيشتكم وسفهتم أحلامكم، وما كل نصيحة مقبولة، والصبر على بعض المكروه خير من تحمله كله إياكم إياكم. يقول لهم اصبروا على بعض المكروه أفضل مما أن تتحملوا كل المكروه، والصبر على بعض المكروه خير من تحمله كله. ثم خرج القوم. فقال عثمان لمعاوية: ما ترى؟ فإن هؤلاء المهاجرين قد استعجلوا القدر، ولا بد لهم مما في أنفسهم. فقال معاوية: الرأي أن تأذن لي فأضرب أعناق هؤلاء القوم. من؟ معاوية يضرب أعناق هؤلاء القوم. قال: من؟ قال: علي وطلحة والزبير. قال عثمان: سبحان الله، أقتل أصحاب رسول الله بلا حدث أحدثوه ولا ذنب ركبوه؟ قال معاوية: فإن لم تقتلهم فإنهم سيقتلونك. قال عثمان: لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بهراق الدماء. قال معاوية: فاختر مني 3 خصال. قال عثمان: وما هي؟ قال معاوية: أرتب لك ها هنا 4,000 فارس من خيل أهل الشام يكونون لك رداء وبين يديك يدا. قال عثمان: أرزقهم من أين؟ لاحظ الخليفة لا يستطيع أن يوفر أرزاق 4,000 فارس، ومعاوية يقول عندي 100,000 فارس مع عوائلهم، فمئات الآلاف معاوية يرزقهم، والخليفة لا يملك أن يؤدي لهؤلاء الأرزاق.
قال عثمان أرزقهم من أين؟ قال من بيت المال. لاحظ أنا أقول لكم خط الصحابة حتى عثمان غير خط معاوية وآل أمية. التفت جيدا لاحظ هذا الحوار، دقق في هذا الحوار. قال عثمان أرزقهم من أين؟ قال من بيت المال. قال عثمان أرزق 4000 من الجند من بيت مال المسلمين لحرز دمي حتى أدافع عن نفسي، فقط من أجل هذا أصرف وأرزق 4000 من الجند؟ لا فعلت هذا. قال معاوية فثانية، قال وما هي؟ قال فرقهم عنك فلا يجتمع منهم اثنان في مصر واحد، واضرب عليهم البعوث، واضرب عليهم البعوث. لاحظ حتى يكون، هذا هو الاسلوب، كم تدحض تذكرون هذه العبارات. يقول حتى يكون دبر بعيري، دبر بعيري احدهم اهم عليه من صلاته. لاحظ هذا على الصحابة، على الصحابة يتحدث. يقول ضيق عليهم، ابعدهم، شرد هؤلاء، طرد هؤلاء، انفي هؤلاء. يقول حتى يكون دبر بعير أحدهم أهم عليه من صلاته. قال عثمان سبحان الله، شيوخ المهاجرين وكبار أصحاب رسول الله ويقول ما هو الدليل على أن معاوية قد سب عليا أو كان يلعن عليا أو كان يطعن بعلي؟ هذا هو معاوية. لاحظوا ماذا يقول بحق الصحابة وماذا يريد أن يفعل بالصحابة. قال عثمان سبحان الله، شيوخ المهاجرين وكبار أصحاب رسول الله وبقية الشورى، أخرجهم من ديارهم وأفرق بينهم وبين أهلهم وأبنائهم، لا أفعل هذا. قال معاوية فثالثة، قال وما هي؟ قال اجعل لي الطلب بدمك إن قتلت. لاحظ التفت جيدا، وضع هذا المسمار في نعش اغتيال الخليفة الثالث. قال اجعل لي الطلب بدمك إن قتلت. قال عثمان نعم هذه لك، أخذها معاوية، إذن صار هو الطالب بدم عثمان وانتهى الأمر. قال عثمان نعم هذه لك. وفي الطبري الجزء الخامس يقول خصلة ثانية، الخصلة الثانية يقول أن ينطلق عثمان معه إلى الشام، فرفض عثمان أن يترك جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ثم خرج عثمان فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إن نصيحتي كذبتني. قال ثم خرج عثمان فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إن نصيحتي كذبتني ونفسي منتني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تتمادوا في الباطل فإن الباطل يزداد من الله بعدا، من أساء فليتب ومن أخطأ فليتب. التفت، هذا ونهج الصحابة. يقول وأنا أول من اتعظ والله لئن ردني الحق عبدا. لاحظ هذا الكلام، ومعاوية أين ومروان أين وآل أمية وآل مروان أين. يقول ومن أخطأ فليتب وأنا أول من اتعظ والله لئن ردني الحق عبدا لأنتسبن نسب العبيد ولأكونن كالمرقوق الذي إن ملك إن ملك صبر وإن أعتق شكر. ثم نزل فدخل على زوجته نائلة، فدخل على زوجته نائلة ودخل معه مروان بن الحكم. فقال مروان يا أمير المؤمنين والله لو قلت الذي قلته وأنت في عز ومنعاء لتابعتك، ولكنك قلت الذي قلت وقد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين، فانقض فانقض التوبة ولا تقرب الخطيئة. لاحظ وجه الكلام لمن؟ لخليفة المسلمين، لعمه، لولي الأمر. يقول له يا أمير المؤمنين والله لو قلت الذي قلت، لو قلت الذي قلت وأنت في عز ومنعاء لتابعتك، لكن لا أتابعك. لماذا؟ يقول ولكنك قلت الذي قلت وقد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين، فانقض التوبة ولا تقرب الخطيئة. لاحظ كيف أن لمعاوية ولمروان السبب في تأزم الأمور، في تصاعد الأمور، في خروج الناس على الخليفة الثالث. لماذا؟ يرسمون لمجدهم، لسمعتهم، لشخوصهم، لسلطتهم، هذا الذي حصل. يقول له فانقض التوبة وقد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين، فانقض التوبة ولا تقرب الخطيئة. ويكمل صاحب الإمامة والسياسة تحت عنوان ما أنكر الناس على عثمان رحمه الله، يقول قال وذكروا أنه اجتمع ناس من أصحاب النبي
عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الله وسنة صاحبيه، وما كان من هبته خمس إفريقية لمروان، وفيه حق الله ورسوله، ومنهم ذوي القربى واليتامى والمساكين، وما كان من تطاوله في البنيان حتى عدوا سبع دور بناها بالمدينة، وبنيان مروان القصور وعمارة الأموال، وبنيان مروان القصور وعمارة الأموال بها من الخمس الواجب لله، من الخمس الواجب لله ولرسوله، وما كان من إفشائه العمل والولايات في أهله وبني عمه من بني أمية أحداث وغيمة لا صحبة لهم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجربة لهم بالأمور، وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة إذ صلى بهم الصبح وهو أمير عليها سكران أربع ركعات، ثم قال لهم إن شئتم أزيدكم صلاة، إن شئتم أزيدكم صلاة زدتكم، وأيضا شكوا عن تعطيله إقامة الحد عليه. وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة صلى بهم الصبح وهو أمير عليها، قلنا وتعطيله أيضا شكوا تعطيله إقامة الحد على الوليد وتأخيره ذلك عنه وتركه المهاجرين والأنصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم، واستغنى برأيه عن رأيهم، وما كان من الحمى الذي حمى حول المدينة، وما كان من إدراره القطائع والأرزاق والأعطيات على أقوام بالمدينة ليست لهم صحبة من النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله الصلاة والسلام، ثم هؤلاء الذي يعطيهم لا يغزون ولا يذبون، وما كان من مجاوزته الخيزران إلى الصوت، وأنه أول من ضرب بالسياط ظهور الناس. يقول الخليفة الثالث عثمان شكوا من أنه أول من ضرب بالسياط ظهور الناس، وإنما كان ضرب الخليفتين قبله بالدرة والخيزران. قلنا هذا في الإمامة والسياسة، وبنفس المضمون يوجد في الطبري وجزء الخامس وابن الأثير الثالث والعقد الفريد الرابع ومروج الذهب الثاني. كاف. حسب فهمي للأحداث وباختصار أقول إن القرائن تشير وتوجه أن الخليفة عمر رضي الله عنه قد وعى المؤامرة الكبرى والتي استحكمت بعد تنفيذ عملية اختياله، وقد استيقن الأطراف الداعمة والمستفيدة التي تقف وراء ما حصل، لكن الاختيارات عنده محدودة بل محدودة جدا، فاضطر إلى شورى الستة عسى أن يكون فيها منفذا لتدارك الأمر والخروج من الفتنة وقطع طريق أهل الغدر والمكر الحي القريشي القرشي أو القريشي الذي حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم منه، الذي حذر منه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الخليفة عمر يتوقع سحب البساط من تحت أقدام المتآمرين دون إثارتهم وإثارة مشاكل كبرى، فتوقع أن نتيجة الشورى إن لم تكن لعلي عليه السلام فإنها على الأقل سوف لا تكون للخط الأموي الذي جعل عثمان في الواجهة وتنفيذ المخطط تحت عنوانه. ويشير إلى هذا المعنى ما كشفه ابن عمر رضي الله عنه لعمار بن ياسر رضي الله عنه في أن خروج الخلافة من علي عليه السلام كان بتهديد وتحت قوة السيف والسلاح، كما جاء في الإمامة والسياسة حيث قال ابن قتيبة تحت عنوان اعتزال عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة، يقول أي ابن قتيبة في الإمامة والسياسة، يقول وذكروا أن عمار بن ياسر قام إلى علي عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إذن لي آتي عبد الله بن عمر فأكلمه لعله يخف معنا في هذا الأمر، لعله يخف معنا في هذا الأمر. فقال علي عليه السلام نعم، فأتاه فقال له يا أبا عبد الرحمن إنه قد بايع عليا المهاجرون والأنصار عليهم السلام ورضي الله عنهم، ومن إن فضلناه عليك لم يسخطك، وإن فضلناك عليه لم يرغك، وقد أنكرت السيف في أهل الصلاة
وقد علمت أن على القاتل القتل وعلى المحسن الرجم، وهذا يقتل بالسيف وهذا يقتل بالحجارة، وأن عليا عليه السلام لم يقتل أحدا من أهل الصلاة فيلزمه حكم القاتل. فقال ابن عمر: يا أبا اليقظان، إن أبي جمع أهل الشورى. لاحظ ابن عمر يقول يا أبا اليقظان، إن أبي جمع أهل الشورى الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، فكان أحقهم بها علي عليه السلام، غير أنه جاء أمر فيه السيف ولا أعرفه أو لا أعرفه، ولكن والله ما أحب أن لي الدنيا وما عليها، وأني أظهرت أو أضمرت عداوة لعلي عليه السلام، وأني أظهرت أو أضمرت عداوة علي عليه السلام. انتهى المقتبس من الإمامة والسياسة. أقول: وأما كون الخليفة عثمان قد دفع به الخط الأموي إلى الواجهة، وقد تخلى عنه بعد أن ورطه وأوصل الأمور بينه وبين الصحابة والمسلمين إلى أقصى تأزم، حتى تم اغتياله رضي الله عنه، وكانت استجارته وأهل بيته واستغاثتهم بعلي عليه السلام، وليس بالحي الأموي ولا بمن خرج زاعما الأخذ بثأره. ففي الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، هذا عنوان كتاب، لأبي الفرج المعافي النهرواني، قال: المجلس 61، قد بلغ السيل الزبا. هذا هو العنوان. يقول محمد بن الحسن قال: لما كثر الطعن على عثمان، تنحى علي عليه السلام إلى ماله بينبع، فكتب إليه عثمان: أما بعد، فقد بلغ السيل الزبا، وجاوز الحزام الطبيين، وبلغ الأمر فوق قدره، وطمع في من لا يدفع عن نفسه، فإن كنت مأكولا فكن خير آكلي، وإلا فأدركني ولما أمزق. فإن كنت مأكولا فكن خير آكلي وإلا فأدركني وإلا فأدركني يا علي وإلا فأدركني ولما أمزق. هذا أيضا ورد هذا المعنى في سير أعلام النبلاء للذهبي. وفي سير أعلام النبلاء قال الذهبي: قال محمد بن جبير: لما حصر عثمان أرسل إلى علي عليه السلام: إن ابن عمك مقتول، وإنك مسلوب. وعن أبان بن عثمان قال، لا زال الكلام في سير أعلام النبلاء، وعن أبان بن عثمان قال: أبان بن عثمان قال: لما ألحوا على عثمان بالرمي، خرجت حتى أتيت علي عليه السلام، فقلت: يا عم، أهلكتنا الحجارة. فقام عليه السلام معي، فلم يزل يرمي حتى فتر منكبه، ثم قال: يا ابن أخي، اجمع حشمك ثم يكون هذا شأنك. هذا في سير أعلام النبلاء الذهبي تحت عنوان سيرة الخلفاء الراشدين. لام: العنصر الأهم والمحور الأخطر في جريمة اختيار الخليفة الفاروق، والذي يرجع إليه ما ذكرناه من محتملات سابقة وغيرها، قد كشف عن نفسه في موسم الحج الأخير الذي حضره عمر قبيل اختياله، والذي تضمن الحديث بكل صراحة ووضوح عن موت الخليفة وعن تعيين وتشخيص البديل، الذي رفضه عمر بشدة إلى المستوى الذي اضطر فيه أن يذكره بخطورة ما حصل في السقيفة وطريقة اختيار أبي بكر للخلافة، وأشار إلى احتمال قرب موته، وحذره رضي الله عنه وحرمه من الكذب عليه كما ألزم الحاضرين، وأكد عليهم نقل كلامه إلى باقي البلدان وإشاعته بين المسلمين. طبعا لمن يعقل، لمن يفهم، لمن يدرك، للمنصفين، للعقلاء، للمؤمنين. ففي صحيح البخاري
كتاب المحاربين قال البخاري عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها هذه آخر حجة حجها عمر وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. التفت جيدا لاحظ الآن الخليفة حذر يريد أن يحذر الناس من مجموعة من حي يريد أن يغتصب الخلافة يريد أن يغتصب الأمر من الناس يقول فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وألا يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. التفت جيدا إذن الخليفة حذر من وجود البعض من وجود مجموعة من وجود ناس من وجود تيار من وجود كتلة من وجود حزب يريد أن يغتصب الأمور من الناس فأراد أن يحذر الناس من هؤلاء. الآن عندنا محتمل إذا كان هؤلاء يريدون أن يغتصبوا هل يعقل أن الخليفة يضع هؤلاء ضمن الشورى؟ نقول لا يعقل هذا إذن هم ليسوا من أهل الشورى. هذه أول قضية تطرح هذه القضية جانبا. الآن بعد هذا نقول هل اضطر إلى وضع الشورى الستة بما هم ولم يضع معهم آخرين أو اضطر إلى وضع البعض وجعل البعض من الشورى وهم لا يستحقون أن يكونوا من الشورى؟ وهل كان يعقل أنه يضع الشورى ومجموعة الشورى وأهل الشورى وهو يعلم أو يرجح أنه ستكون لزيد من الناس أو لبكر من الناس فيستغل أولئك الغاصبون هذا العنوان وهذا الشخص وهذا الرمز إذا تسدى للأمر؟ إذن لا يعقل هذا. إذا كان في بال الخليفة الثاني يوجد مجموعة غاصبة فإنه لا يضع هذه المجموعة الغاصبة ضمن الشورى هذا أولا ولا يضع في الشورى من يمكن أن يستغل من قبل هذه المجموعة الغاصبة إلا بشرط أو في حالة. ما هي هذه الحالة؟ أنه لا مناس من جعل هؤلاء في الشورى هذا أولا وثانيا أنه سيجعل ترتيب الشورى يكون لغير صالح هذه الجهة التي يمكن أن تستغل من الغاصبين. التفت جيدا وهذا الذي أقول له هذا ما لاحظ هو تفسير هذه تفسير وقراءة للأحداث هذه قراءة واقعية قراءة فلسفية للأحداث. لاحظ شيء يفسر شيء يرتبط بشيء. التفت جيدا هنا هذا الذي قلت أنه وضع الشورى والخيار يكون لعلي عليه السلام أو على الأقل تقدير لا يكون لعثمان. إذن عندي شورى المفروض هذه الشورى لا تكون لعثمان إما لعلي أو على الأقل تقدير لغير عثمان. أنا لا أريد أن أدخل في تفصيل هذا الأمر لكن عندما يعني نتوجه التوجه الصحيح ماذا نرى؟ لاحظ كل ما قيل يقال علي معه الزبير عبد الرحمن معه سعد عثمان معه طلحة غير موجود. التفت جيدا فلو أريد كما يستغل أهل السياسة الآن لو أريد استغلال هذا الأمر وهذا الوضع
لاستعجل الأمر وانعقدت هذه إما لعلي والزبير أو لعبد الرحمن وسعد، لكن ليس هذا هو الغرض وليست هذه هي الغاية وليس هذا هو منهج وأخلاق الصحابة. لاحظ، لكن كان يعلم عمر وعلمنا بهذا من خلال عبد الله بن عمر، قال أن الأمر لعلي لكن تحت تهديد السيف أتى أمر بالسيف فانقلبت الموازين وانتهى الأمر. يقول قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر. لاحظ كيف الأمر في مستوى من الخطورة بحيث يتعجل الخليفة في إعلان هذا الشيء والتحذير منه. يقول: فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر سعيد علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله، يعني لا يقول أكثر مما قاله الذي سبقه، ما عسيت أن يقول ما لم يقله قبله. فجلس أمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، قال: أما بعد فإني قائل لكم. التفت جيدا، الرواية في البخاري، لاحظ الرواية في البخاري في صحيح البخاري. يقول قال عمر رضي الله عنه: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي. إذن يوجد خطورة هنا، يوجد تهديد، يوجد خطر داهم، يوجد فتنة، يوجد قوة، يوجد مافيا، يوجد عصابة، يوجد قتلة، يوجد أهل تكفير، يوجد مفخخات، يوجد عبوات. فعلم الخليفة بهذا. لاحظ، يقول: أما بعد فإني قائل بأن في أي لحظة يمكن أن يصعد عليه الشخص ويختال الخليفة، أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي، ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها. التفت جيدا، لاحظ، يوجد تهديد، يوجد خطر على الأمة الإسلامية، على الدولة الإسلامية، على الإسلام، على الرسالة. لاحظ، إذا كان من سواد الناس وقال لو مات عمر بايعت فلان، أين الضرر هنا؟ لكن يعلم بخطورة من يقول بهذا ومن يتصدى لهذا ومن يملك وما هي مقدار القوة التي يملك هذا حتى يقول بهذا الكلام وسيفعل هذا الكلام وسيتمكن مما قال. إذن يعلم بالخطورة، ليست القضية وليست الجملة وليست العبارة وليس الموقف عبارة عن موقف عابر. يقول: فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك. نعم، نؤكد هذه، يقول بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمت. التفت جيدا، الكلام في البخاري في صحيح البخاري. البخاري يقول رواية صحيحة تامة واضحة، لا يوجد فيها أي تشويش، لا يوجد فيها أي تأويل، لا يوجد فيها أي تمويه.
لاحظ يقول لا يقترن امرؤ فلا يقترن امرؤ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت. يقول الخليفة عمر يقول الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها. إذن اي وصية واي اجماع يتحدث عنه القوم وكفروا الناس على اساسه وقتلوا الناس على اساسه. نحن عمريون وعلى نهج عمر، من يعترف على هذا الاعتراف العقلي؟ هذا هو ما قاله الخليفة. اي اجماع إذن؟ اي اجماع واي قرار للاجماع؟ لاحظ حتى لو تحقق الاجماع وانعقد الاجماع فهو انعقد على شر كما يقول الخليفة، لست انا، الخليفة الثاني يقول سأسلم معكم هذا الإجماع. إذن هذا الإجماع هل يكشف عن خير أو عن شر في أهم قضية وأخطر قضية؟ يقول الخليفة الثاني أنها، يقول إنها شر، إنها فلتة، وقع الله شرها. يقول ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا عن، لاحظ يقول بالرغم من منزلة أبي بكر لكن كانت هي عبارة عن شر، عبارة عن فلتة، عبارة عن شر، وقى الله هذا الشر، وقان الله هذا الشر بالرغم من أن المتصدي هو بتلك المنزلة من الصحبة ومن الإيمان ومن الالتزام ومن التضحية، لكن مع هذا يقول هذا شر. التفت جيدا، مع خصوصية أبي بكر ومع تحقق الإجماع المدعى مع هذا قال هي شر، لكن الله وقع هذا وقانا هذا الشر. يقول ولكن الله وقع شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. يقول من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه. أما بيعات الأمويين من السفيانيين ومن المروانيين هذه في مهب الريح، هذا هو نهج الخليفة عمر، هذا ما يقوله الخلفاء، هذا هو نهج الصحابة. عندما لا نقول بالوصية، عندما نرفض الوصية، لكن ما هو البديل؟ البديل هي المشورة، البديل هو المشورة الصحيحة، مشورة المسلمين، قناعة المسلمين، الإجماع الصحيح، الإجماع التام، الإجماع العقلائي، الإجماع الناشئ من ظروف طبيعية. يقول من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، وأنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم. التفت جيدا، يقول إلا أن الأنصار خالفونا، أين الإجماع؟ يقول إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا. لاحظ إذن الأنصار صاروا في كتلة وفي حزب وفي تكتل وفي جهة وعندهم مرشح، وعلي والزبير ومن معهما في كتلة في حزب في تكتل وعندهم مرشح للخلافة، وباقي المهاجرين في مكان في كتلة في حزب في تكتل وعندهم مرشح. يقول فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكر ما تمالى عليه القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك.
فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. التفت جيدا، أنا أريد أن أسجل هذه القضية هنا. لاحظ، هذه قضية جدا مهمة، وهذا أصل وأساس في قراءة التاريخ، القراءة الصحيحة. التفت جيدا إلى هذا الأمر. عمر الخليفة الثاني، أبو بكر الخليفة الأول، الصحابة من المهاجرين معهم. صنف عمر الأصناف الناس المجاميع إلى ثلاث: واحدة تمثل علي والزبير ومن معهما، وهؤلاء انشغلوا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انتهينا منه. مجموعة أخرى اجتمعت في سقيفة بني ساعدة، وهم الأنصار بأسرهم، يقول الخليفة الثاني. والمجموعة الثالثة هي تمثل الخليفة الأول والخليفة الثاني ومن معهما عندما ذهبوا إلى السقيفة. التفت جيدا، الآن من الذي صعد؟ صعد خطيب الأنصار وتحدث مع المهاجرين ووجه الكلام إلى المهاجرين. ماذا قال لهم؟ وأنتم معشر المهاجرين رهط، بما فيهم من؟ بما فيهم الخليفة الأول والخليفة الثاني. لاحظ ماذا يقول، التفت هنا، يقول: وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. دفت دافة، إذن أي دافة هذه؟ علي والزبير انشغلوا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر ومن معهما هم موجودون في هذا المجلس، في هذه المحاججة، في هذه السقيفة. إذن يوجد خط آخر، خط رابع، حزب رابع، هو الذي هدد الأنصار، وهو الذي أراد أن يختزل الأمر ويختزل الأنصار ويتصدى لكل شيء ويأخذ كل شيء. التفت جيدا إلى هذه، إذن يوجد حزب رابع، يوجد مؤامرة من كتلة رابعة، من مافيا، من عصابة، من جهة اغتيالات رابعة، هي التي تريد أن تتسلط على الحكم. التفت جيدا هنا، إذا يوجد عندي مجموعة رابعة، عندي كتلة رابعة، عندي حزب رابع، هو الذي دفع الأنصار، التفت، إلى أن يجتمعوا ويرشحوا منهم، ودفع بعد هذا المهاجرين ومعهم الخليفة الأول والثاني إلى أن يجتمعوا ويرشحوا منهم، أو يذهبوا إلى الأنصار فيرشحوا في مقابل الأنصار. إذن هؤلاء يرشحون وأولئك يرشحون، والآخرون انشغلوا بالتجهيز والدفن، والمجموعة الرابعة صاحبة التهديد، صاحبة التخطيط، صاحبة المؤامرة. يقول: فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. التفت، لو كان المقصود هنا، لو كان المقصود أبا بكر وعمر، لما سمحوا لهم بالكلام أصلا ولا وجهوا الكلام إليهم. ليس فقط الآن يوجه الكلام لهم، يقول لهم: أنتم تريدون أن تختزلونا، أو بعد أن تصدى أبو بكر وعمر للكلام أيضا يقولون: أنتم المقصودون بهذا الكلام. لكن الأنصار لم يحكوا بهذه الخصوصية، ولم يشخصوا أحدا من الموجودين من المهاجرين. إذن ليس الموجود هنا هو الذي يمثل خط التآمر. يقول: فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. لاحظ، الخلفاء الصحابة تصرفوا بما عندهم، لنقل بدون مكر، بدون دهاء أموي مرواني أو سفياني، يعني على النهج العام، قالوا بما عندهم وبما يعتقدون به وبما يعلمون به وبما هو يسجل لهم أو يسجل عليهم. فيوجد بعض الأمور لو كانت عند الأمويين لا يخبرون بها، أمور خاصة، اعترافات، إقرارات، لكن الصحابة تصرفوا على سجيتهم.
على طبيعتهم، لا لوث عندهم لا خبث عندهم. قلنا لا يوجد عصمة، يوجد أخطاء نعم، لكن نتحدث مع المنهج العام ومع السير العام ومع كل قضية وكل موقف وكل حالة بما هي. يقول فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال أبو بكر، يعني عمر يكمل يقول، فقال أبو بكر ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده، لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط، لاحظ يقولون إجماع، أين الإجماع؟ يقول فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف. من الذي يقول؟ الخليفة يقول، يقول فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار. لاحظ هذه لا يقولها لو كان المتكلم من الأمويين، لا يتحدث في هذه الخصوصية. يقول ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة، فقلت قتل الله سعد بن عبادة. التفت، هذا لو كان المتحدث أموي لا يتحدث في هذه الخصوصية. يقول قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا. لاحظ لماذا يقول بايعنا هذا؟ يقول عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم. يقول هذا أقوى شيء، ما عندنا حل هناك في تلك اللحظة، ليس عندنا حل إلا أن نبايع أبا بكر. لماذا يقول؟ يقول خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعا أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا. التفت، إذن أين القناعة؟ أين الاختيار السليم؟ أين حرية التعبير؟ أين حرية الفكر؟ إذن القضية كانت قضية مربكة، فيها مؤامرة، فيها خطورة، فيها خطر، فيها جيش، فيها قوات، فيها تهديد، وهنا عندك الأنصار خافوا من هؤلاء، من هذا الجيش، من هذه القوة الغاشمة، من هؤلاء الغاصبين، وعندك المهاجرون بقيادة الخليفة الأول والثاني أيضا خافوا من تلك الجهة المعادية التي تحاول أن تستغل الوضع وتسيطر وتسلط على الحكم. إذن صار بينهم هذا الذي حصل هناك. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعا أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناه على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون الفساد. يقول فإما بايعناه على ما نرضى، ما لا نرضى، إذا يوجد مبايعة على ما لا يرضى من أجل الأمن العام والحياة العامة الطبيعية والمصلحة العامة والأمان العام. لاحظ إذا يوجد مبايعة لكنك لا ترضى بها، لكنك تضطر للمبايعة، وإلا فتخالف يقع الفساد، فلدفع هذا الفساد المتوقع الشديد تقبل بالبيعة على كراهة. لاحظ إذن هذا أيضا نهج خطه الخليفة الثاني. إذن الآن لا يؤخذ على علي عليه السلام لماذا بايعت مع لو تمت البيعة،
لو كان قد بايع الآن هل يؤخذ على علي عليه السلام؟ لماذا بايع علي؟ إذن البيعة لا تدل على الرضا، وهذا هو الخليفة الثاني يقول بهذا، يقول إما نبايع على ما لا نرضى أو نخالف فيكون الفساد. إذن لا يوجد خيار بين هذا وهذا، فيقول لو حصل هذا إما أن نختار أن نبايع على ما لا نرضى أو يحصل الفساد. فبالتأكيد لاحظ بيع على ما لا نرضى في مقابل فساد، إذن بيع على ما لا نرضى فيه صلاح، على أقل تقدير ليس فيه الفساد المتوقع من المخالفة. إذن هذه محتملة، إذن هذه واقعة، إذن هذه موجودة. لاحظ القسم الثاني، الشطر الثاني الذي يكمل هذه الفكرة، ماذا قال؟ قال لو فارقنا القوم ولم تكن بيعة ولم نأخذ منهم البيعة لأبي بكر، ماذا سيفعل القوم؟ ماذا سيفعل الأنصار؟ سيبايع رجلا منهم بعدنا. إذن أخذت منهم هذه البيعة بالرضا، بالقناعة، بالظروف الطبيعية؟ لا، بدليل أنه قال لو تركناهم لبايعوا رجلا منهم. إذن الأنصار بايعوا مع عدم الرضا، بايعوا مضطرين، بايعوا محرجين، إذن يوجد بيعة مع عدم الرضا. فالبيعة لا تدل على صحة من تصدى للأمر، من بايع لا تدل على أنه أمضى للمقابل. واقعا نتحدث عن الواقع، نعم ظاهرا يترتب عليها ما يترتب، على أقل تقدير هو دفع الفساد المتوقع عند المخالفة، هذا ما أشار إليه الخليفة الثاني. إذن هذا ما حصل من قبل علي عليه السلام ومن قبل الحسن عليه السلام. فقد رد الخليفة الثاني رضوان الله عليه على المنهج الأموي، على منهج التيمية، على منهج الدواعش، على منهج التفخيخ الفكري والعقلي. يقول وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا أن إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. فحصل أن رشحنا أبا بكر فبايعوا على ما لا يرضون، ما لا يرضون، ومع هذا تحققت البيعة. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع، التفت جيدا هذه أيضا قرينة أخرى، على أن الأنصار لم يستشاروا بالأمر، على أن الأنصار لم يرضوا بالبيعة، لم تكن بيعة الأنصار عن رضا، فلذلك قال من غير مشورة. لاحظ إذن الخليفة الثاني أعطانا الدليل التام على ما حصل، الدليل التام على الإمامة وتحديد الإمامة وتشخيص الإمامة، الدليل التام على ما نقول به من الفرق بين الإمامة الظاهرية والإمامة الواقعية. هذه النظرية التي نؤسس لها، وقلت لكم بأني سأتي بالأدلة من الكتب التي يقدسها الدواعش والتيمية، وهذا هو البخاري، وهذا هو الدليل هنا، وهذا من الدليل. إذن لاحظ يقول فمن بايع رجلا على غير مشورة، لاحظ مع تحقق البيعة لأبي بكر ومع القول بتحقق الإجماع لأبي بكر، مع هذا يقول لم يتحقق الإجماع، مع هذا يقول أنها بيعة تحققت من غير مشورة، ومع هذا يقول إنها فتنة، إنها شر وقان الله شرها، إنها فلتة وقان الله شرها. يقول فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. يعني يقول الذي يأتي ببيعة مثل بيعة أبي بكر فهذا يقتل هو ومن يبايعه. التفت جيدا، هل هذا الكلام مني؟ من الشيعة؟ من الفورس؟ من المجوس؟ من السبائية؟ من اليهود؟ أم هذا من الخليفة الثاني؟ من البخاري. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. وبهذا انتهى الكلام في الجهة الرابعة، ويأتي الكلام في الجهة الخامسة تحت عنوان المشرق في العلوم والطبيعة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.